وعلى الريد كاربت ولسه مكملين حلقة استثنائية جدا لدورة استثنائية جدا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولمهرجان من غير أفلام ما يبقاش مهرجان. معانا دينامو محرك آخر لمهرجان القاهرة، وهو طبعا المخرج السينمائي أحمد عاطف، هو أيضا أكيد مدير تنفيذي للمهرجان. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا وأهلا بكل مشاهدين نايل سينما. الأفلام السنة دي ومستوى الأفلام والأقسام الجديدة اللي استحدثت على المهرجان، حضرتك أكتر واحد ممكن يكلمنا عنها. رأي السنة دي لأول مرة بيبقى فيه قسم الأفلام حول الإنسان، وقسم ده يمكن يكون يعني مش شائع لبعض الناس، لكن احنا بنحطناه تأكيدا على قيمة احنا عايزين نقولها، انه بعد الثورة لازم كرامة الإنسان تبقى محفوظة ورأس الإنسان مرفوع، وأي فيلم بيتكلم على يعني كيف تعرض الإنسان لإهانة كرامته أو البحث عن حقوقه فإحنا بنقدمه في خلال القسم ده. وجبنا لجنة تحكيم دولية مرموقة جدا لناشطين حقوقيين زي غادة شهبندر، لكن أيضا للسينمائيين زي هانز كريستيان مانكا وزي الفنانة بشرة، ودول الحقيقة عندهم يعني مش بس سينمائيين لكن عندهم اهتمام كمان بمجال حقوق الإنسان أو متخصصين فيه. وأيضا في قسم جديد استحدث هذا العام، يعني كان اللي فات هو فيلم وراء التلال، وأيضا فيلم اسمه قلب المراقب عن الناس فاتحين نادي فيديو في أمريكا وناس متشددين دينان بيحرقوا لهم نادي الفيديو ده. وبالتالي النوع ده من الأفلام، أيضا في قسم عن الثورات العربية في السينما بنعرض فيها أفلام عن ثورة الجزائر وثورة اليمن وثورة البحرين، وأيضا الثورة المصرية أفلام جديدة بتعرض عن الثورة المصرية، منها فيلم عن أحداث محمد محمود صور من سنة، احنا طبعا بنحتفل بالذكرى الصناعيه الاولى لاحداث طبعا محمد محمود، وفرقه يعني غريبه الشهداء يعني طبعا أكيد. الحمد لله، والمهرجان كله فيه روح ثوريه. تعالي حضرتك شفت النهارده في الافتتاح كلمات والناس والمشاعر، المشاعر كانت فوق الوصف بصراحه. احنا مهرجان بيحاول خلال امتزاج الاجيال، وبالذات يعني بحاول خلال كوني جيل الشباب نعبر عن ما يشعر به جيلي وما يتمناه السينمائيين الشبان، سواء من خلال الأفلام روح الثورة. الثورة دي روح، ما هيش مجرد موضوع أو عنوان طبعا، فمليئة بالرغبة في التمرد على القديم والتمرد على الفاسد والتمرد على أي شيء لا يمنح الإنسان حريته. يعني لازم نفكر السادة المشاهدين أن السنة دي كل فعاليات مهرجان القاهرة هي في مكان واحد في دار الأوبرا المصرية. جات الفكرة إزاي؟ والعروض كمان هتكون في 9 أو يمكن أكتر من دار عرض داخل لقاء داخل المهرجان او داخل الاوبرا فقط لا غير. الفكره جت ازاي؟ والله هو الفكره دي مطروحه بقالها سنوات طويله، انه المهرجان يكون عنده قصر للمهرجان شبيه بما يحدث في مهرجانات العالم الكبرى زي كانو فينيسيا وبرلين، لانه ده بيدي نوع من انواع تمركز الأنشطة وعمل نوع من أنواع الشحنة العاطفية، وكل ده شيء بيبقى يعني بيساعد على أنك تعانق فن السينما والتواصل طبعا أكيد طبعا، لأن أنت أساسي. بتقابل الناس بتحاور حوالين فن السينما. أنا دايما بقول زي كده مكتبنا في اللائحة، أنه لائحة المهرجان هي خلق فضاء للثقافة وللصداقة والحوار حوالين فن السينما. لما استلمنا المسؤولية في بداية شهر سبتمبر يعني سيادة الوزير وزير الثقافة شرفنا بالمسؤوليه، ايضا منح لنا دار الاوبرا المصريه بكل مسارحها وزي الهناجر والابداع وحتى متحف الحضاره الجديد اللي قام فيها كل العروض والندوات والفعاليات، وده كان شرف كبير الحمد لله. اعتقد انها يفيد المهرجان ويفيد مستقبل السينما اللي احنا بناكد عليه من خلال اكتر من حاجه جوه المهرجان. قلت حضرتك كلمه مهمه جدا وهي الشباب وشباب السينمائيين والشباب المهتم بالسينما واللي عايز يتفرج على سينما حلوه. هل في الدوره ال 35 وبعيدا بقى عن الكلام عن الظرف السياسي عن كل الكلام ده، هل في الدوره ال 35 في فرجه سينمائيه حقيقيه من مهرجان القاهرة جوه الأوبرا؟ في أفلام ممتعة جدا، وأنا بدعو الناس تتفرج على عدد كبير من الأفلام. أنا شخصيا بشوف أنه رائع، ذكرت منها وراء التلال اللي عرض في مهرجان كان، وأيضا فيلم التائب، وأيضا فيلم موعد في كيرونا. والحياة موعد في كيرونا هو لأول مرة بيشارك في أي مهرجان عالمي، صحيح هو عرض أول عالمي، عرض أول من الحاجات اللي فاز بيها. والله إحنا ما عملناش قائمة، وكان لابد أن إحنا نعمل قائمة يمكن لضيق الوقت لأفلام عرض أول عالمي، وده دايما المهرجانات بتتسابق فيها، فعندنا أفلام كتير عرض أول عالمي، وكان دايما بنلام
عليها في مهرجان القاهره يقول لك احنا توقيت مهرجان القاهره دايما صعب لان هو قبل مهرجان فينيسيا وبعد ما يعني دايما صحيح. بس الحقيقه وجود خبرات متنوعه ممثله يعني في السيده سهير عبد القادر والسيده مريان خوري والاستاذه خيريه البشلاوي والاستاذه نعمه طلح حسين وشخصي ضعيف طبعا مع قياده الدكتور عزت الخبرات دي انصهرت وحاول انها تقدم افضل شيء للناس في رواد المهرجان. ومساله روح الشباب موجوده ايضا فريق العمل كله تقريبا دون ال 30 يعني اللي بيشتغلوا في الاداره. لو حضرتك قمت بالزياره ويمكن نايل سينما صورت اروقه المهرجان طبعاً. فيمكن انا اكبر واحد في الشباب واصغر واحد في الكبار لكن في الاداره يعني. ولكن انا سعيد فعلا انه في افكار شابه زي فكره الورش التعليميه بتقام لاول مره يعني السنه دي. يعني برضو دي حاجه جديده كان بيتم المناداه بيها وانا كتبت عنها في الاهرام وكتبنا عنها كثيرا. السنه دي في جايبين مجالات صعب قوي الناس تتعلمها زي فكره المكياج بتاع المؤثرات الخاصه زي الجروح حكايات بنسافر بره عشان نتعلمها ده هي موجوده هنا ومتاحه للشباب المهتمين. جبنا لهم بقى خبراء هنا عشان يبقى يفتحوا الباب يعلموهم ازاي عن طريق الانترنت يكتسبوا خبرات. وايضا عاملين ورشه عمل عن مستقبل الكاميرات الرقميه وورشه عمل عن التمثيل وحاجات كتيره قوي يعني. المخرج السينمائي المتميز استاذ احمد عاطف عمرنا ما هننسى ان الغابه هو كان فيلم اعتقد ان هو اكتر من من الافلام اللي بتمثل حقوق الانسان بشكل كبير جدا وكان من كذا سنه. بنشكرك يا فندم شكرا جزيلا ان شاء الله. وفي فيلم جديد له علاقه بحقوق الانسان بس في سوريا بقى سوريا يعني فرصه نقول بقى يعني لرواد نايل سينما الفيلم الجديد اسمه باب شرقي عن الثوره او الفيلم الروائي عن الثوره في سوريا يعني. هنعرف عنه اكيد تفاصيل من خلال حلقه كامله هتكون مع المخرج المتميز احمد عاطف. وبنشكرك يا فندم شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. ومشاهدينا من على الريد كاربت اي حاجه عايزين تعرفوها عن مهرجان القاهره السينمائي الدولي في 35 هتعرفوها بس من قناه المهرجان. خليكم معانا.